متظاهرون موالون لموسكو يلوحون بالعلم الروسي بعد استيلائهم على مبنى تابع للإدارة الإقليمية في مدينة خاركيف. المبنى هو الثالث الذي يتم اقتحامه في الساعات 24 الماضية من قبل محتجين في مدن كبرى شرق أوكرانيا. وتمكن متظاهرون في وقت سابق من السيطرة على مبنى تابع لأجهزة الأمن الأوكرانية في مدينة لوغانسك، مطالبين بإجراء استفتاء لانضمام المدينة إلى روسيا على غرار ما جرى في شبه جزيرة القرم. أريد العودة إلى بيتي، هل تفهم؟ أريد رؤية عائلتي في روسيا، هل من أجل هذا يجب أن أحصل على جواز سفر أجنبي حتى أعبر الحدود لأرى إخوتي وأولاد عمي؟ من يريد ذلك؟ أما في دونيتسك فسيطر متظاهرون على مبنى الإدارة المحلية في المدينة القريبة من الحدود الروسية. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعهد في وقت سابق بالدفاع عن الناطقين بالروسية من سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة.